السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يكون معنا فيديو جديد ولكن مختلف بزيادة شوية، اللي هو راح نسوي صيانة لجهاز ألعاب. الجهاز هذا كتير مشهور بأنه جهاز كتير رائع، اللي هو جهاز النينتندو سويتش، ولكن في بعض المشاكل بتصير على هذا الجهاز مش الكل بيقدر يحل مشكلتها، زي مدخل الميموري كارد بالعادة بيخرب فيه لأنه بيكون هو أكثر إشي عرضة للاستخدام، زائد مدخل الشحن. اليوم راح يكون معنا جهاز فيه مشكلة بالميموري كارد، راح نمشي معاكم خطوة بخطوة كيف راح ينفك الجهاز وكيف راح نصلح المشكلة تبعته، ونفرجيكم كيف راح يقرأ الميموري. خليكم معنا عشان نبلش معاكم هلا بخطوة بخطوة. وسابقا يعني سوري لاحقا راح يكون في عنا فيديو لمدخل الشحن، راح نزودكم بكل إشي جديد. واي حدا عنده اي فكره لاي جهاز حابب نعمل له فيديو وان شاء الله يكون موجود عندنا بالمشغل، يكتب لنا بالكوماند واحنا راح نسوي له الفيديو المناسب اللي راح يعلمه خطوه بخطوه كيف يمشي بالسلسله تبعتنا، كيف نعمل صيانه للاجهزه. ويلا بدنا نبلش معاكم هلا، شويه حماس، يلا نبلش. يلا نبلش بفك النينتندو سويتش. النينتندو سويتش هو جهاز العاب من اروع الاجهزه، ولكن صيانته شوي صعبه، فاحنا حابين ننشر الوعي بانه كيف ممكن تعمل له صيانه. طبعا في هون برغيين، تمام، في هون برغي، بعدين في هون البرغي الوسطي، عد 1 2 3، الرابع الخامس ما الك فيهم، هدول التنين وهدول التنين لهم علاقه بالسكه، هذا له علاقه بس بالكفر الخلفي، تمام. ومن الجهه الثانيه نفس الشيء، البراغي هدول زي ما انتم شايفين، هذا الوسطي هو اللي لازم ينفك، فبنبلش نفك فيهم شوي شوي، تمام. نفك اول برغي، نفك البرغ المقابل لإله زي ما انتم شايفين، بعدها بنفك البرغيين السفليات، هاي واحد. طبعا زي ما حكيت بعيد وبكرر، الكل لازم ينتبه وينظم البراغي، البراغي لازم تكون منظمة. هلا هدول لانهم براغي بشدوا على بلاستيك مرات ما بيطلعوا بسهوله، بدك تمسكهم بملقط اذا ما طلعوا معك بسهوله. في هون برغي بدك تطلعه شوي شوي، لازم يطلع من مكانه تماما البرغي عشان يقدر يطلع معك الكفر، اذا ما طلع من مكانه ما بيطلع الكفر. هلا هيك احنا فكينا البراغي اللي هم حكيت عنهم، وفي هون ضل برغي واحد اللي هو عند الميموري. بعديها بنبلش بالبراغي اللي هم مش مصلب، هدول كلهم مصلبات صغار، تمام. هاي البرغي المصلب الاخير. هلا ضل في عندنا البراغي مش المصلبه، اللي هي البراغي اللي هم بسموها الواي واي 06، هدول بسموهم اللي هم بيجوا 1 2 3 4، موجودين على الاربع اطراف. هذا البرغي شوية نادر وجوده، ولكن لما بدك تيجي تفك النينتندو سويتش لازم يكون عندك مفك مناسب لهذا البرغي، تمام. طبعا فضلا وليس امرا دائما اللايك والشير عشان يوصلكم كل اشي جديد. هيك بعد ما فكينا البراغي كلهم، لاحظوا الكفر مباشرة طلع معانا، فيهم ملقط صغير بلاستيك بده يفك، هيك طلع الكفر، شايفين. ناخذ الكفر على جنب وبنبلش نفك هلا من عند الميموري. في هون برغي صغير بدنا نفكه، وبدنا نتاكد لانه المشكله عندنا هون بهذا الجهاز بقاعه الميموري. طبعا بنرجع المفك اللي هو الواي وبنرجع للمصلب، هو الواي بس الاربع اطراف اللي للكفر. بنفك من هون البرغي هاد تبع الميموري كارد، وبعديها بالملقط بنرفعها شوي من هون، نقولها في هون طبعا لوك صغير، يفضل هاي الجلدة هاي يفضل ترفعها اول عشان يبين معك شو الوضع. بعديها من هون هاي بتطلع هيك، شايفين، وهيك طلعت قاعدة الميموري. هلا هو في مشكلة على المدخل تبع الميموري فبدنا نتأكد منها، بدي اشوف اسنان في اشي فالت منهم، هاي في يبدو في عندي هون اشي مش مزبوط بالاسنان. خليني افتح الجهاز كامل وافحصهم على الساعة. براغي المصلبة طبعا دايما حكيت بدك تصنف البراغي عشان ما يكون عندك اي مشكلة لا بالفك
ولا بالتركيب. طبعا نبين معاكم اماكن البراغي، في عندنا هومبرغي وهومبرغي 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 وهومبرغي. طبعا انا هذا لسه ما فكيته، هاي بدي افكه. في عندنا هومبرغي، وفي عندنا هون برغي، وهيك خلصوا البراغي تبعون كفر الالمنيوم. طبعا كفر الالمنيوم للتبريد، من اي زاويه نرفعه، شايفين طلع الكفر كامل. خليكم معي ثواني بس ارفع الجلدة هاي عشان ما بدنا اياها تضيع، اللي هي بتيجي فوق قاعدة الميموري. هلا هذا هو النينتندو سويتش، هون المعالج، هون الرامات، هون الميموري، هذه اللي هون مداخل الجويست الجويكون، وهذا الباك لايت، هذا اللي هو الانتنت الواي فاي الاولى، هذه انتنت الواي فاي الثانيه، هذا كيبل الديجيتالايزر اللي هو التاتش، هذا كيبل السكرين، وهذا هون اللي طبعا هي السماعه، السماعه الثانيه هون، هذا اللي هو الليفت جويكون، وهذا خط البطاريه. اي شيء بدنا نفحصه مباشره شو بنسوي؟ بنفصل خط البطاريه عشان نكون في امان. بعد هيك بنطلع على البورد. خليني اطول طلع على البورد وارجع لكم كمل معاكم. طبعا ما بينت مشكله الجهاز، انا بس وقفت التصوير عشان اتاكد شو المشكله، لانه يعني تهيأ لي المشكله مش من السهل انكم تشوفوها. هاي قاعده الميموري في لها اسنان، احد الاسنان هذول العلويات الاول والثالث والخامس موجودين في مكانهم ولكنهم مش ملحومين. يعني لو تطلعوا انا بدي احاول اقرب لكم، ثابت بتحرك قاعد، هيألي من المستحيل تشوفوها عن طريق الكاميرا. خليني احاول اعمل لكم زوم عليها بلكي بينت معاكم. بدي احاول اخليكم تقدروا تشوفوها، يعني مش عارف اذا حيبين معاكم. شايفين اول سن هون طلعوا بتحرك، اول سن هون بتحرك، في تماس مبين من السواد اللي موجود ورا. هلا هاي يا بنفكها كامله يا اما بنرجع ايش بناكد عليها بالحام وهي في مكانها، وانا راح اكد عليها بالحام. هلا بنكمل معاكم. زي ما حكينا في عندنا مشكله بقاعده الميموري من هون، هلا بدنا نبلش نفرط الجهاز ونطلع المذر بورد عشان نشتغل على قاعدة الميموري هاي، نعمل لها ريسولدرينج وبعدين نرجع نركبها في مكانها عشان نقدر نفكه. بدنا نبلش من هون، تمام. طبعا اول اشي بدي اكون فاصل البطارية، هاي خطوة رقم واحد يعني الكل ما ينساها، اول اشي بده ينفصل البطارية، بعديها بتبلش تفرط. بما انه وصلنا لهي المرحلة هون، خلينا نشيل الثيرمال بيس هذا ونبدله ونحط ثيرمال بيس جديد، يعني يتهيأ لي بس خليه على التجميع بنحط ثيرمال بيس جديد. هذه بتطلع بهاي الطريقة، ناخدها على جنب. بعديها بدنا نبلش نفك القواعد تبعون الديجيتالايزر كونكشن. في عندي هون برغيين، هاي برغي وهاي برغي، وهاي برغي تاني هون، تمام. وهاي هون في برغي، خليكم ثواني معي. وبدنا نكمل معاكم فك. طبعا بعد ما فكينا في هون هذه الكونكشن تبعت الديجيتالايزر، بدنا نطلعها من مكانها بهاي الطريقه، وبعدين نفتح اللوك هذا هيك، وبعدين نطلع منه الديجيتالايزر، تمام، بهاي الطريقه هيك طلعت اليونت تبعت الديجيتالايزر، ناخذها على جنب. بعديها بنفك الفان، الها واحد اثنين ثلاث براغي. بعد الثلاث براغي في الها كونكشن برضو، راح افرجيكم كيف تنفك. هلا بعد ما فكينا الثلاث براغي الكونكشن تبعتها هون، تيجي زي قلاب تفتح القلاب تبعها، وبعدين تسحب الكيبل زي هيك. هيك الفان طلعت،
بعديها بنفك باقي الكوابل وبعديها بنفك براغيهم. هلا بالنسبة للكوابل انا بحب ابلش من هون، يعني مبدئيا بحب ابلش من هون، تهيأ لي هيك واضح اللي هو اول كيبل بدي افكه اللي هو كيبل السماعات، في له ملقط صغير زي هيك بنسحب سحب، وهي كيبل السماعات الثاني من هون بنسحب سحب. بعديها بنبلش بكيبل الجويكون اليمين، نرفع الهوك تبعه وبعدين بنسحله تسحيل لورا بهاي الطريقة. وفي عنا هون كيبل اللي هو كيبل الكبسات، نفتح اللوك برضه وبعدين بنسحله. وفي عنا هون الكيبل تبع المين سكرين اللي هو هاد، نفس المبدأ بفتح اللوك، بس هذا اللوك شوي كبير، بفتحه بالاضفر زي هيك وبعدين بسحبه من اليمين واليسار. الكيبل تبعها هذا بدك تكون شوي حذر معه لانه كتير حساس، فهاي الاشياء كلها بالملقط تنطال. هاي طلع، في عنا هون انتينة واي فاي برضو بالملقط. ضل عنا ثلاث كوابل، انتينة الواي فاي الثانية اللي هي هاي من هون، في عنا كيبل الجوي كون الثاني، نفتح اللوك بعدين بنسحبه يمين شمال خفيف بيطلع معانا. في عنا هون كيبل الباك لايت برضو بنسحبه. هيك خلصنا كل الكوابل، ضل عنا براغي اللي بتثبت البورد، وهاي اللي لازم نفكها عشان يطلع البورد معانا. في عنا هون 1 2 3 4 5، طبعا البراغي اللي بتكون على البورد نفسها بيجي لونها اسود صغيرة. طبعا باي ذا واي هاي المدخل اللي هو التايب سي بيجي عليه برغيين بس لونهم ما بيكونوا اسود، بيكون لونهم ابيض. طبعا نصيحة، الجهاز الشغل تبعه مش سهل، فيعني انتو انا بصور الفيديو عشان تفهموا الفكرة اللي بتصير، بس انا لا انصح بفك الجهاز الا لا حدا بيفهم بالالكترونيات. يعني هاي مش تعجيزا، ولكن الجهاز مش سهل. يعني شوفوا المذر بورد تبعته، يعني لما تيجي بدك تطلعها بدك تطلع من هون تسحب من هون تفك الكوابل تسحلها، وهيك طلعت المذر بورد تبعتنا. بدنا ناخدها نحل مشكلة الكونكشن ونرجع نركبها مع بعض، تمام؟ طبعا بعد ما حلينا مشكلة المذر بورد، خليني اقول لكم شو كانت مشكلتها وبعد هيك نبلش نجمع مع بعض. مشكلة المذر بورد كانت في شغلتين، هاي الفيش تركب مقابل هاي الفيش، تمام؟ هاي الفيش فيها اربع اسنان فالتين، فشلنا الفيش كلها وركبنا واحدة جديدة. هاي الفيش كان فيها سن واحد فالت، فعملنا لها ريبولينج اللي هي اعادة لحام، تمام؟ هلا بدنا نرجع المذر بورد مكانها، وبعد هيك راح نفرجيكم كيف راح تكون اشتغلت 100%، ونجرب لكم اياها عشان تشوفوا الفرق ما بين الشغالة والخربانة. طبعا طريقة ترجيع المذر بورد بزاوية، اول اشي عشان الكوابل كلها بنتأكد انه الكيبلين هدول فوق، وبعديها بنبلش نجمع باقي الكوابل نسحلهم كلهم. في عنا هون كيبلين بدهم يطلعوا برا اول، بعدين نضغط البورد. في عنا من هون كمان كيبل الواي فاي بدنا نطلعه برا الرئيسي اللي هو هذا الاسود، وبعديها في عنا هون كوابل كمان، هاي الواي فاي الثاني، كيبل الشاشة بدنا نطلعه لفوق، ضل عنا كيبل واحد بده يطلع، بعديها بعد البورد اللي هو كيبل الكبسات. شايفين هيك قعد البورد في مكانه. بدنا نركب براغيه وبعديها نبلش ايش نجمع الجدلات. طبعا البراغي برغي هون بده يجي بهذا المكان، شايفين المفك وين؟ انا غيرت الزاوية عشان يكون اوضح بالنسبة لكم، ان شاء الله انه يكون اوضح تصوير. وهي في هون كمان برغي،
يعني هو انا راح احدد لك كل براغي، في هون برغي وهون برغي وهون برغي اساسيات، وبعدين برغيين على المدخل الشحن اللي هو الكونكشن التايب سي. طبعا في جايينا كمان جهاز راح نسويه ونفرجيكم، اللي هي اهم المشاكل اللي بتصير على هذا الجهاز، اللي هي مشكله الميموري كارد مع الفك والتركيب، ومشكله مدخل الشحن اللي هو التايب سي. هدول اكثر مشكلتين، غير المشاكل الحراره. طبعا احنا بنحكي عن مشاكل الاون بورد دايجونست، اللي هي المشاكل اللي بتتنحل على البورد. طبعا احنا مسحنا الثيرمال بيس عشان نحط له جديد، تمام. حتى لو كان جديد برجع بشيله وبرجع بحطه مره ثانيه. هلا اول كيبلين بحب انا بالعاده اركبهم بكل سهوله، اللي هم كيبلين السماعات، اللي هم اسهل كيبلين، بيجي الاول من هون هيك. هلا كل كوابله يعني انا بفضل التركيب بالملقط، لانه الكوابل كتير حساسه. هذا هيك ركب، والثاني من هون. بس طبعا انا راح ابلش احرك البورد لسهوله التركيب. في عنا هون كيبل، اللي هو كيبل الجوي كون، زي ما حكينا بنفتح اللوك تبعه وبعدين بنجيب الملقط زي هيك بالملاقط، بدخل راسه من هون وبعدين بضغطه، بحركه يمين يسار عشان يقعد في مكانه 100%. طبعا يعني ما تستغربوا انه بياخدوا وقت، لانه كوابل خفيفة، بعد ما نضغط للاخر بسكر اللوك تبعه، تمام. هاي كلها كوابل خفيفة، فبدك تكون يعني مش مستعجل وانت بتركب فيها. في هون كيبل الباك لايت، وجنب الباك لايت في عنا كيبل الجوي كون الثانية، وهاي بدنا نلفها هيك شوي، نمسكها هيك بالملقط نلفها وبعدين نسنترها، انه هي هيك مش مسنترة، عشان تقعد في مكانها. وبرجع بعيد، الكوابل خليك حنون، بدك تكون حنون جدا مع هاي الكوابل. هاي الكوابل كتير ناعمة وكتير خفيفة، فبدك تكون حنون معها. ريح الكابل، خليه يقعد مكانه 100%، بعدين سكر اللوك تبعه. شايفين لما يدخل للآخر بعدين بسكر اللوك، ركب الكابل تبع الواي فاي. طبعا مرات الأصابع تكون أسهل من الملاقط لبعض الأشياء، بس في أشياء لا، لازم بالملقط، بالذات كيبل إيش الـ الـ الشاشة الرئيسي، كيبل الشاشة الرئيسي، لأنه كتير حساس، مش حيكون سهل إنك تركبه بإيدك. وأنا بالعادة بحب أخليه آخر كيبل. هذا كيبل الكبسات، شايفين بيدخل في مكانه، بعدين بنسكر عليه. نيجي لكيبل كرت الشاشة، حاولوا تركزوا معاي في هذا كيف بتركب. طلعوا، انا بدي احاول انه بالملاقط عشان تشوفوا. بمسك هدول هيك، برجعه لورا شوي، بدخله لهون، وبعدين ببلش ادخل فيه مع ضغطة خفيفة من الوسط عشان ما يقوس. وهيك ركب في مكانه، بخلي الملقط عمودي عشان يضغطه لجوا شوي، وبعدين ببلش اسكر اللوك تبعه. هلا اللوك تبعه صعب تسويه بالملقط، فيفضل بالايد، تمام. اذا ما عندك وخايف ممكن تستعمل تول زي هيك، هاي التول كتير ممتازة لهذا الاشي. هيك احنا جمعنا الكوابل الرئيسية. هلا بدنا نبلش بالعكس، شو اول اشي فكناه من هون؟ اللي هي المروحة، عشان كيبلها راح يكون تحت جدلة الديجيتالايزر، فلازم اركب المروحة اول في مكانها. وانا بركب فيها، اذا بركب معها الكيبل بدخله هيك بزاوية بكون اريح لي. تأكد هاي الكيبل راكب، شايفين؟ بعدين بسكر اللوك تبعه، ببلش اركب البراغي تبعونه. بحاول ما اطول عليكم كتير عشان يكون الفيديو كتير مفيد وما يكون طويل. علما اللي بده يشتغل وحابب يفكوا اشي زي هيك، بالعكس بيكون له التفصيل افضل. وبدي منكم الدعم باللايك والشير بعد اذنكم، الكل يعمل لي الدعم باللايك والشير عشان اضل مستمر وانزل لكم فيديوهات لفك الاجهزه والصيانه. يعني اليوم انا ما فرجيتكم كيف بدلت هدول، لانه الست عندي على الطاوله تبعت الحام مش جاهز، قريبا راح يجيني الكت الجديد.
ببلش افرجيكم خطوة بخطوة كل اشي. يعني انا مش الموضوع اني بدي اخبي شو سويت، ولكن ما مش موجود عندي الست تبع الكاميرا للمنطقة هذيك. هلا بنحط هاي اللي هي الكيبل الديجيتالايزر، وهذا هون فيش بكبس وكبس، بده ينكبس في مكانه، بس بدك تتأكد انه قاعد في مكانه. هذا بده يترجع شوي لورا، انا بفضل ترفع هاي هيك عشان يركب معك. بعدين من هون بهاي الطول، حكينا هاي الطول اسهل زي هيك، عشان يركب بمكانه هيك. ركب بمكانه، بتتأكد انه راكب 100%. بنرجع هلا الحمالة تبعته او الهولدر تبعه البلاستيك اللي بيجي على الزاوية. كيف بعرف انه راكب؟ هيو طلعوا ما عم بتحرك، خلص ركب في مكانه. مش شرط كل الكوابل تسمع لها كليك لما تسكر، هذا الاشي مش شرط. الى هون كمان برغي في هذا المكان، هاي برغيها واحد تنين وواحد هون بمسك البورد. هيك خلصنا من هاي المنطقة. شو ضل؟ ضل بدنا نحط المبرد، بس قبل ما نحط المبرد بدنا نشيل المادة هاي ونحط مادة جديدة، لانه انت فاتح وفاتح، فيفضل دايما تمسح وتنظف وتحط كل اشي جديد. هاي انا هاي نظفتها، بدي احط مادة جديدة. هاي اللي هي مادة التبريد، نفس تبعت المعالج سي بي يو باللابتوبات اللي كنت افرجيكم اياها، تمام. بس هاي تيجي هون على الجي بي يو، لانه هذا ما في سي بي يو، في جي بي يو. الجي بي يو اللي هي كرت الشاشة وبنفس الوقت المعالج بالنسبة له، يعني هو المعالج وكرت الشاشة قطعة واحدة. طبعا هذا من شركة انفيديا بيجي، وهذه بتركب بهاي الطريقة هيك بزاوية 45، تنزل شوي شوي. طبعا بتحط البراغي انت، هم البراغي هم اللي بسنتروا المادة عليه. هاي اول برغي له، وهي الثاني. وهي الثالث. بدي منكم بالتعليقات ايش الجهاز اللي بتحبوا اعمل لكم صيانه لإله، وهو متوفر بالنسبه لي طبعا عشان يكون اني اقدر اسوي لكم صيانه لإله. اكتبوا لي بالتعليقات ايش بتحبوا اعمل لكم صيانه لاجهزه، يعني اشي ممكن يكون بغلبكم. اذا كان افيلابل عندي بالستور راح اعمل لكم شرح عليه ان شاء الله. وهيك بنحط الغطاء الالمنيوم، هيك تأكدنا كل اشي في مكانه. في لحظة ما بدي احط غطاء الالمنيوم ولحظتها بسكر البطارية، تمام. طبعا بعد غطاء الالمنيوم بجرب الميموري كارد، لانه الميموري كارد الفيشة تبعتها بتيجي من هون من فوق غطاء الالمنيوم مش من تحت. ببلش اركب البراغي تبعونها. طبعا انتوا بتحسوا انه هو شوي نافخ، بس لا، هذه مش نفخه، هاي الثيرمال بيس اللي حطيته هون لسه مش مضغوط، بس هاي هي الفكره. طبعا بدنا نحط قاعده الميموري ونحط الحمايه تبعتها اللي بتخليها ما ترجع تفك مره ثانيه. في لها زي قطعه من الفوم تيجي فوقيها بتمنعها انها تفك. هلا راح نركبهم ونجرب الجهاز قدامكم قبل ما نركب الغطاء الاخير. راح نجيب ميموري كارد هلا ونجربها. خليني اسكر هون انا. هلا تركيبة هاي انا بفضل الكل، هاي بيجي عليها هاي الفوم ملزقة هون هيك بالفك وبالتركيب. ارفع الفوم اول وبعدين فك هاي عشان ما تغلبك بالسنترة تبعتها، لانه هاي سنترتها شوي غلبة. فهاي بتجيب التول اللي حكينا عنها، بتجيبها هيك وبتسنترها هون، بتتأكد انها كبست في مكانها، وبعدين بتسوي اي اشي تاني لانه سنترتها مش سهلة. شايفين بتغلب، عشان هيك هاي اكتر اشي بتخرب لانها سنترتها مش سهلة. شايفين هلأ هيك كبست، شايفين هاي بلش يضغط الجنب اليمين وهي الجنب اليسار، شايفين هاي كبست 100%.
بقعدها في مكانها وبركب البرغي، بقعدها وبركب البرغي، وبعدين بركب الحماية تبعتها. طبعا البرغي تبعها هيو زي هيك، البرغي هو اللي بيحميها. لاحظين انه لو ما حطينا البرغي بتصير تضلها تموج من هون، شايفين بتصير تضلها تموج. بعد ما خلصنا بنركب الحماية تبعتها اللي هي هاي، بنحطها هون حطت، تيجي اصلا هي معليها من تحت دبل فيس. هاي بتحافظ على الفيش يكون مستقيم وشابك 100%. خليكوا ثواني معي اجيب ميموري وارجع اجربها معاكو. وهلا بعد ما خلصنا الميموري كارد انا حطيت له الزئه بس للحمايه، هي ركبنا الميموري كارد. طبعا هاي الميموري كارد شوي صغيره 256 جيجا. وهلا بدنا نشغل الجهاز مع بعض ونتاكد منه قرأ الميموري 100% بعد الصيانه اللي سوينا له اياها. اي حدا بده اي فيديو لاي جهاز يكتب لي بالكومنت ايش الفيديو اللي بده اياه، وانا اذا موجود عندي بالمشغل ان شاء الله راح اسوي له اياه. وافضل دعم منكم هلا انكم تعملوا لي لايك وشير للفيديوهات تبعتي. كل يوم احد راح انزل فيديو من الفيديوهات الكبيره. زي ما انتم شايفين هاي الميموري كارد شافها 256 جيجا، هيك انا بكون متاكد ان الميموري كارد 100% امورها تمام. طبعا اذا بقدر افرمتها، اذا بدي افرمتها هون ما عندي مشكله، اللي هي مانج ديليتنج داتا. لا احنا بدنا الاس دي كارد ما عليها داتا، هو اوريدي هيك الميموري شغالة 100%. هو اصلا الجهاز لما يدخل عليها اصلا بفرمتها لحاله، وهيك تأكدنا انه كل الامور تبعت الميموري كارد شغالة. بنطفي الجهاز ونكمل تجميع. برجع بعيد وبكرر، اي حدا بده اي فيديو يكتب لي بالكومنت ايش الفيديو اللي بده اياه اشرح له اياه بخص الكهرباء والاجهزة الالكترونية عشان نصور له اياه. هلا انا شلت الميموري، بدنا نبلش تجميع للجهاز. ضل عندنا الكفر الاخير اللي هو الكفر هذا، بدنا نجمعه ما ننساه. طبعا هاي اللزقة خلص هيك بتكون ابدية راحت بالنسبة له. في هون ملقط صغير بدنا نكبسه شوي شوي، وبعديها نبلش نركب البراغي تبعته. اول برغي بدنا نركبه اللي هو اصغر برغي في المكان هذا، اللي هو اللي بيجي عند الميموري كارد هون، تمام. وبعديها بدنا نركب البراغي الزوايا، وبعدين بنركب البراغي اللي هم النجم. براغي الزوايا اللي هم هاي، في هون برغي صغير بيجي زي هيك. طبعا هدول البراغي بلاستيك فبتلاقيهم بسهولة دخلوا، ما عندك مشكلة فيهم، هم بيجوا بس تثبيتا عشان الوصلات. هلا في عنا البرغي الطرفي هذا اللي بيجي على سكة الجوي كوين، شد خفيف لانه انت بتشد قاعد على بلاستيك، فشدتك بدها تكون خفيفة. بعد ما جمعنا الاطراف كاملة هلا بنكمل البراغي تبعون الواي، براغي الواي اللي هم البراغي الرئيسيات الاربعة الرئيسيات. هذا اول برغي، بس انا بسنتر البرغي بالاول وبعد هيك بشده. وزي ما حكيت دائما حاول تلف نص لفة لورا وبعدين تشد عشان يجي البرغي في مكانه 100%. انا متأكد رح تطلبوا مدخل الشحن، بكرة بعد بكرة جاييني جهاز مدخل شحن تايب سي، ورح اصور لكم العملية اللي رح تصير تبعته، كيف رح نفكه كيف رح نعمل له صيانة. هيك خلصنا تجميع الجهاز، نتأكد للمرة الأخيرة بنحط الميموري كارد جوا في مكانها، بنجرب الجهاز للمرة الأخيرة عشان نتأكد إنه كل أموره طيبة قبل ما نسلمه لصاحبه. لا تنسونا بالدعم واللايك والشير. هاي سيتنجز داتا مانج، وهي الميموري كارد شغالة. وهيك بقدر أقول لكم تقدر تحطوا لي لايك هلا. سلام.